بعد إغلاقه الذي استمر أشهراً معدودة بسبب وباء كورونا، أعادت شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة أعادت افتتاح معهد التأهيل والعلاج الطبيعي التابع لمستشفى العين نظراً لتزايد الحاجة إلى تلك الخدمات. معهد التأهيل والعلاج الطبيعي التابع لمستشفى العين، والذي يشغل مبنى منفصل تماما عن المبنى الرئيسي، هذه الخاصية دعتنا إلى إعادة افتتاحه مرة أخرى نظرا لتميزه بتقديم خدمات عالية الجودة ومتخصصة للتأهيل البدني. معهد التأهيل والعلاج الطبيعي التابع لمستشفى العين يقدم خدمات عالية الجودة تتضمن العلاج الطبيعي والعلاج المهني وأمراض النطق واللغة وفقا لأعلى المعايير العالمية. هذا المركز مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، ويقدم خدماته لجميع أهالي مدينة العين. كما يقدم المركز الرعاية والتأهيل للمرضى المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا، بإضافة إلى التأهيل العصبي وجراحة العظام والرياضة. تمتاز خدمات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية بكونها جزءا من منظومة خدمات صحية متكاملة، حيث يشرف على كل حالة فريق يتكون من تخصصات مختلفة بحسب حالة المريض. معهد العين للتأهيل والعلاج الطبيعي مجهز بأحدث الأجهزة وأحدث التقنيات الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية ومميزة لأهالي منطقة العين. لمركز أخبار قناة أبوظبي، عبد الرحمن رفيع، مدينة العين، مستشفى العين.